استقبل سريع غليزان وعينه على الفوز الثاني تواليا والابتعاد عن منطقة المهددين بالنزول، فكان لزاما عليه صناعة اللعب منذ البداية أمام خصم يحسن التفاوض خارج ملعبه. أول ظهور للاتحاد جاء بقدم لامالي بتسديدة تصدى لها الحارس زايدي. طريقة لعب أصحاب الأرض تميزت بالضغط على حامل الكرة مع الاكتفاء في كثير من الأحيان على التسديد من خارج منطقة الجزاء. مر الوقت وانعدمت الحلول أمام رجال المدرب شريف حجار في ظل ركون السريع إلى الخلف والاعتماد على التصويب مثلما فعل كوربيا. لامالي أحسن لاعب من جانب الاتحاد تعرض إلى تدخل من الخلف كلفه الخروج مصابا، لينتهي الشوط الأول سلبيا النتيجة. النصف الثاني من المباراة كان فيه الإصرار حراشيا على افتكاك نقاطه، وانتظر الجميع إلى غاية الدقيقة 61 لنسجل أول تهديد، مخالفة وكرة مرتدة وتصويبة بومشرى علت المرمى، تلتها تصويبة سلامة التي مرت بردا وسلاما على مرمى زايدي. محاولات اتحاد الحراج تضاعفت والجماهير عاشت ضغطا كبيرا، إلا أن تمكن الظهير الأيسر محمد زماني من تسجيل هدف الفوز للاتحاد قبل النهاية بعشر دقائق. هدف تلته فرحة هستيرية للاعبين والأنصار، وحاول السريع بعدها الرد لكنه اصطدم بإصرار الحراشين على الفوز والابتعاد عن صراع البقاء. الفريق الثاني اللي كان منقوص من عدة لاعبين سواء من الإصابات، يعني خمس لاعبين مصابين، خرباش و لي زوت يعني زاتاكون بليس لا سيسيون تاع مدان، دونك ميم با يعني سي لو بون ما لقيناش البديل، وزيد يعني الطريقه اللي لعب بها تانيك سريع غليزان اللي ما خلتناش يعني سيتو نيفو داتاك، ما خلتناش يعني نكريو بوكو دوكازيون لولا يعني الكره الثابته، ربما ما كناش نسجلوا، ولكن الكره الثابته صافي بارتي دي ماتش، دونك طون ميو بويسك انا كان لازمنا اليوم سي لي 3 بوان سي لا فيكتوار. الحمد لله يعني زدنا في الرصيد تاعنا، رانا ب 20 نقطه شويه، زعما خرجنا شويه من المنطقه تاع ليكسيم، ولكن مازال يعني قدام، مازال 20 دقيقه على 20 دقيقه عفوا نقطه لا تكفي، لازمنا كما نقول لك دوتر فيكتوار.